على الهاتف الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والنموذج المصري المشرف الحقيقة. رانيا علواني مش بس بطلة مصرية واعدة جدا، كان لها تاريخ كبير قوي في السباحة، هي نموذج للمرأة المصرية المتميزة، عضوة في مجلس النواب، عضو فاعل في مجلس إدارة النادي الأهلي، عضو في اللجنة الأولمبية الدولية اللي أعتقد واحد من أهم مهامها الموجودة فيها حاليا في أذربيجان، عشان كده غابت على اجتماع مجلس الإدارة، لكنها بالتأكيد لن تغيب عن التواصل مع حضراتكم. دكتورة رانيا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، مساء الخير، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا إن شاء الله كلنا. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. أهلا وسهلا بك يا كابتن. ازيك يا دكتورة؟ أهلا يا فندم. أنت شهرتك الرياضية طاغية على حقيقة انك دكتورة هايلة، واسمك في مجالك رنان، ويعني لا، ودلوقتي إعلامية كمان، يعني ليها برنامج مهم جدا على قناة. ربنا يبارك، انت عندها ودود، لكن انت في أذربيجان في مؤتمر الوادة اللي هو بتاع مكافحة المنشطات العالمية لمكافحة المنشطات. تمام. طب احكي لنا المؤتمر ده هدفه ايه؟ هي احنا عندنا اجتماعات 3 مرات في السنة، الحقيقة مايو وسبتمبر ونوفمبر، دي محددة كل سنة، يعني ما فيش تغيير فيها. في سبتمبر بيتم الموافقة على القائمة النهائية للمنشطات المحظورة، وبيتم تطبيقها من أول يناير في كل سنة. نوفمبر بيتم اعتماد الميزانية اللي هنكمل عليها من يناير يوليو القادم، فبالتالي كانت اجتماعات مهمة الحقيقة امبارح والنهارده. حصل تعديل على القائمة دي، يعني كان في كلام، احنا كان وجهة نظرنا انه يضاف الترامادول، ولكن كان في وجهات نظر كتيرة. حاجات محظورة يا فندم بتراقب، مش شرط يعاقب عليها رياضيا، ولكن هي بتراقب علشان يعاقب عليها اثيكيا واخلاقيا. لا بس الاجتماعات المرة دي كمان كان فيها تغيير شوية، ان في الكود اللي العالم كله ماشي عليه اللي هو الانتي دوبينج كود بيتم إعادة صياغته، يعني زي قانون الرياضة بتاعنا كده لما عملناه أول مرة، دلوقتي في تعديلات ومناقشات في التعديلات اللي هتتم السنة الجاية. على أساس مدد الإيقاف والكلام ده؟ أفندم؟ على أساس مدد الإيقاف وطريقة الاستئناف، يعني حاجات كتير تغييرات، حتى في طريقة انتخاب رئيس الوكالة العالمية، وطريقة الريبريزنتيشن أو تمثيل الرياضيين في المنظمات الدولية، الاختلاط بين الحكومات والرياضه في الكود او فيما يمثل المنشطات، يعني حاجات كثيره بيتم صياغتها، ومعايا الدرافت الاولي بالتغييرات اللي اقترحناها، ولسه كل ده هيكون خلال ال8 شهور اللي جايين. طيب دكتوره رانيا، بجانب هذه المهمه بالتاكيد حضرتك متابعه للتداعيات الموقف في النادي الاهلي بعد خساره اللقب الافريقي و حالة الحزن والغضب اللي اجتاحت جماهير الاهلي. اكيد كلنا طبعا. حضرتك شايف اللي حصل؟ يعني دي رياضه وكره قدم، واكيد زي ما بنكسب زي ما بنخسر، عندنا اخطاء وعندنا تعديلات لازم نعملها على فريقنا، ولكن ده مش معناه ان احنا ننهار، يعني احنا نادي زي اي نادي تاني، ممكن يكسب وممكن يخسر، فبالتالي رد الفعل العنيف طبعا بأقدر الناس كتير تخدينا، واحنا كمان كنا اكيد في نفس الاحساس، ولكن لو وقفنا لحد هنا مش هنقدر نكمل، لازم نفكر في اللي جاي. حضرتك تشاورتي مع الكابتن الخطيب واعضاء المجلس قبل جلسه النهارده؟ الحقيقه لا، احنا انا ما كنتش معاهم في تونس، انا لسه ما قابلتهمش، ما حضرتش اجتماع، لما يعني مرجع هكون اعرف تفاصيل الاجتماع ان شاء الله كلها. تابعتي كلام كتير في الإعلام عن وحدة مجلس الإدارة وعن وجود خلافات وانقسامات، بالتأكيد على الأقل على السوشيال ميديا. لا على طول، لا من أول يوم. إحنا تعودنا نتجاهل الحاجات دي، لأن واضح إنها ممنهجة، وواضح إن اللي بيكتب الصحفي، أنا شايفة الصحفي اللي بيكتب معلومة عن لسان شخص والشخص ده ما قالهاش، معناها إنه صحفي غير دقيق، وإن هو موجه إنه يكتب الكلام ده. فبالتالي مش هنقول مش هيضايقنا، طبعا بيضايقنا الابتلاءات والافتراءات، ولكن هنقول مش هنخلي ده يعطلنا عن ان احنا نشوف شغلنا في الاخر. احنا شغلنا جوه مجلس الاداره، وان احنا ناخد بالنا من النادي بتاعنا، اكيد هيبقى في ناس راضيه عن ادائنا وفي ناس مش راضيه عن ادائنا، لكن ما ينفعش، مش من اخلاق النادي الاهلي ولا من سنين
عمرنا ما كان الطريقه هو ان احنا نكسر بين الاعضاء وبعضهم. مش ده اللي هياثر على شغلنا. حضرتك راجع بكره ان شاء الله مش كده؟ ان شاء الله ان شاء الله. تابعتي الخبر بتاع الكابتن محمود الخطيب اللي اتقال دلوقتي ان هو هيروح يوم 19 يشيل ورم ضاغط على الحبل الشوكي؟ الحبل الشوكي ولا ما تابعتش الخبر، بس انا عارفه ان هو كان تعبان لكن مش عارفه لا التشخيص دلوقتي ان في ورم. هو اجل واخفى هذا الكلام اكتر من مره، بس المره دي لما كان في المانيا قالوا له لا يمكن ارجاء الامر اكثر من هذا، هتتعمل له عمليه. هكلمه هقفل مع حضرتك واكلمه حالا اطمن عليه، وان شاء الله كل حاجه تبقى يعني على ما يرام باذن الله. ان شاء الله. الله ترجع بالسلامه يا دكتور. يا فندم اهلا وسهلا. شكرا جزيلا للدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، متحدثه من اذربيجان اللي بتحضر فيها اجتماعات للوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات.